كنت نقول بحالك قليل، خليت ميزانك عندي تقيل، عرفتي تلعب الدور يا احسن ممثل. كنت نقول بحالك قليل، خليت ميزانك عندي تقيل، عرفتي تلعب الدور يا احسن ممثل. بمناسبة إصدار العمل ديالي الثامن اللي هو كنت نقول من كلمات وألحان زكريا بقشة وتوزيع مراد الغزناي، تصوير أيوب بن بسيدي وإخراج زهير رمان. بزاف الناس كيقولوا لي يمكن هاد الأغنية ملي كتغني شي أغنية كتكون كدوي على نفسك، نو الأغنية ملي كتحس بها يمكن غادي شي حد آخر كتكون كتعني ليه شي حاجة. مثلا أنا نالي غنيت حتى الإمتى، غنيت بقى كنعقل غنيت في دار العجازه وكانوا شي عيالات اللي بكاو على هذيك الاغنيه وكيقولوا على انه فعلا رجالتهم داروا لهم فعلوا لهم وتركوا لهم وبقى في الحال. وهذا يعني انا ما كنعيش هذيك الظروف ولكن كاين ناس اخرين كيعيشوا مثلا هذيك الظروف. الوغ هاد كنت نقول هي تدوي على الخيانه، فهمتيني، كدوي على الخيانه وصرتو ان المراه ملي كتكون موفره للراجل كل شيء وكتعاملو مزيان وغادي يخونها شويه كتكون ديفيسيل. نقول لك انا اللي دائما في الانترفيو ديالي كنهضر كنقول لهم والفنانين عندكم اصوات جميله، اختاروا الكلام يكون زوين، ما تبقاو تختاروا وديروا القافيه خاصكم غير باش تلصقوا وديروا، لا اختاروا كلام يكون موضوع، يكون شي حاجه اللي ملموسه كنحسوا بها، لانه راه عندنا ما يتقال، عندنا يعني حتى الايقاعات المغربيه زوينه، حتى الا شفتوا دابا ان هنا الاغنيه هذه ايقاع مغربي 100%، كتسمعوا تشيلو حي وكتسمعوا الكمان وكتسمعوا الايقاع، يعني الايقاع كان حي، كل شيء كان حي. هنا كنشكر ثاني مصطفى العنتاري ضابط الايقاع الغني عن التعريف لانه هو اللي كان معنا في هذا العمل. يعني يختاروا الكلام حيت هو التوزيع ولا اللحن راه هذاك الشيء كيجي دازت رائعه جدا وربي يسر فيها الحمد لله، لان معرضات الوالدين يعني والحمد لله ربي كبير. اي حاجه شوف من غير رضا الوالدين والله القسم ما كاين والو. كلمه الجمهور كنبغيكم بزاف اللي كيعرف نسيم محمد واللي ما كيعرفش نسيم محمد، واللي بغى يعرف نسيم محمد اكثر يدخل عندي لقناتي او لا يدخل السيت ويب ديالي اللي هو www.nasimamohammed.com.